بما انك من ولاد حامد يعني انت اكيد عارف حكايته. طب ما تحكيها لنا من غير جوابات وهتوفر علينا برضو يعني حفر مقامات وعصابات وحاجات ملهاش اي 30 لازمه. مش عايز تتعب؟ لا مش فكره مش عايز اتعب يعني اكيد عايز اتعب بس يعني بما انك عارف الحكايه ما تحكي لنا على طول. وانتوا عايزين الحكايه بس ولا عايزين الكنز كمان؟ لا انا الكنز ده ما يهمنيش في حاجه، انا حتى لو لقيته مش عارف اعمل بيه ايه، انا كل اللي عايزه الحكايه. بالظبط، وانا كمان كل اللي عايزه الحكايه، يعني الحكايه طبعا يعني اهم بكتير من الكنز بس ده ما يمنعش برضه ان احنا لو لقينا الكنز هناخده في طريقنا برضه، ما برضه يعني مش هنلاقيه ونسيبه مكانه، يعني هناخده عشان برضه ما يبقاش بطل، ما احنا لو اتبطرنا ربنا يدينا فوق دماغنا. بس طبعا يعني طبعا الحكايه اهم من الكنز بكتير، بس يعني الحكايه اصلا هي الكنز، مش صح ولا ايه؟ صح طبعا، الله يفتح عليك يا عبد الله. احنا مش عايزين الجوابات في حد ذاتها، احنا كل اللي يهمنا الكلام اللي مكتوب فيها، الجزء اللي بيوصلنا للحكايه علشان نعرف نربطها ببعض. يعني انت بس لو تقدر تساعدنا وتعرفنا الكلام اللي مكتوب في الجواب اللي مربوط حوالين رقبتك ده، واحنا والله العظيم هنرجعه لك تاني. سيبك يا عم من الجوابات، المهم الحكايه. حكايه منقوشه جوه القلب، ساعات تغطس وتختفي وساعات تعوم وتقب. طب قولها لنا وهي عايمة قبل ما تختص تاني. محتاجة قلوب صافية بتشوف، اصفوا هتشوف. لا ما هو احنا على ما نصفى هتكون العصابة سبقتنا، اصل احنا هناخد شوية وقت عشان نصفى شوية، وبعدين ده هم اصلا عايزين يقتلوك. المكتوب مكتوب ومفيش من المكتوب حماية، والظلم لما زاد كانت بداية النهاية. المكتوب مكتوب ومهما الحكاية اتغيرت هي نفس الحكاية. ايوه كتير من الناس باعوا وكتير من الناس وفوا، والسلطان بطلوا دراعه والكل كان عارفه، قاعد مع اتباعه بيشوفوا ايه الحل وازاي هيتصرف ويطردوا المحتل ويرجعوا الامل للناس ويرجعوا للبلد شرفه. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.